يعني بنبارك لك طبعا الف مبروك، نتيجه كبيره وفوز كبير على نادي المصري 5-2. ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك فيك، والف مبروك لينا جميعا الحمد لله. قول لي بقى الاداء اخباره ايه في المباراه؟ يعني ما شاء الله نتيجه كبيره، لكن الكابتن عمرو قالوا مبسوط من الاداء في مباراه المصري؟ اه اكيد الحمد لله طبعا، يعني اللعيبه عملت مباراه جيده جدا، ويتحسب لهم صراحه ان هم يعني بعد ما اتاخرنا بهدف في اول 7 دقائق او اول 8 دقائق، يتحسب للعيبه الهدوء اللي لعبوا بيه والتركيز الشديد اللي لعبوا بيه والثقه في النفس وعدم التسرع. الهدوء ده ادى ان احنا يعني قدرنا ان احنا نرجع المباراه بسرعه، يعني بعد حوالي 4 دقائق او 5 دقائق قدرنا ان احنا نجيب جون التعادل. وعلى مدار بقى الشوط الاول كان في نسبه كبيره جدا من الاستحواذ والتحركات الايجابيه من غير كوره، قدرنا ان احنا نحرز هدفين في الشوط الاول، والشوط انتهى 3-1. والحمد لله في بدايه الشوط الثاني ربنا كرمنا بهدف، فبقت النتيجه 4-1، الامور اتسهلت شويه. وفي نص الشوط الثاني ابتدينا يعني نهدي اللعب شويه ونركز على الاستحواذ، لان انت عارف احنا بنلعب كل يومين وكل 3 ايام مباراه. مظبوط. فكانت اللعيبه مجهده شويه، فكان في تعليمات من الجهاز الفني ان بعد ما انت حسمت النتيجه وحسمت المباراه ان احنا خلاص نحافظ على نفسنا، عايزين نطلع سلام من المباراه، ما حدش يبقى عنده اجهاد او يبقى في اي ارتباط، خصوصا ان انت بعد ما النتيجه ابتدت يعني توسع والفريق ابتدى يوسع، لعيبه المصري برضو مش عايز اقول لعبت بخشونه بس لعبت بجديه يعني زياده عشان النتيجه ما تزيدش عن كده. فكان الطبيعي ان احنا ندي تعليمات للعيبه ان هي تهدى شويه علشان ما حدش يطلع مصاب ونطلع كلنا سلام الحمد لله. متبقي كم مباراه على بطوله الدوري يا كابتن عمرو؟ احنا بقينا دلوقتي 7 مباريات ان شاء الله. عندنا فترة توقف دلوقتي يعني من امبارح لحد يوم 30. تمام. يعني يوم 30/3 هيبقى عندنا أول مباراة مع المقصة. تمام. المقصة على ما أعتقد هو اللي بينافس النادي الأهلي، المقصة الفارق ما بين الأهلي والمقصة 10 نقاط دلوقتي. في المركز الثاني هم ما ألو؟ ألو؟ المباراة بتاعت نهائي الكأس. فالمباراة تأجلت يوم الثلاث اللي جاي إن شاء الله. تمام. من بعد مباراة المقاصة هنلعب بقى 7 مباريات متتالية لحد نهاية الدوري، مش هيبقى في أي توقفات ولا في أي إيقافات للدوري إن شاء الله. ما شاء الله كابتن عمرو أنا بواصل سلسلة الانتصارات بعد كابتن عادل عبد الرحمن، ما شاء الله يعني نتائج مميزة جدا مع فريق الشباب. وكمان يا كابتن عمرو يعني انت ما فيش حد من الفريق الاول بينزل كمان يساعد ويلعب فريق الشباب، فما شاء الله المجموعه الموجوده معاك بتادي اداء رائع كمان مع نتائج مميزه. الحمد لله طبعا الحمد لله، الـ 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 عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه اللي موجوده عندنا في الفريق، ويمكن حتى احنا كمان النواقص اللي عندنا بنعوضها بالتعاون مع كابتن فتحي مبروك قطاع الناشئين. تمام. يعني معظم المباريات بتاعتنا بيبقى فيها لعيبه من ال 99 ومن ال 98 ومن ال 2000 ومن ال 2001، فدي انا شايف ان ده برضو تعاون جيد جدا من القطاع معانا في الفتره اللي فاتت. بنتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه نبقى ماشيين على نفس المنوال بنفس المستوى بنفس النتائج، بحيث ان احنا ان شاء الله ان احنا نقدر نحسم بطوله الدوري قبل نهايتها ان شاء الله، ان احنا نقدر ندي فرص للعيبه كلها، سواء اللعيبه اللي موجوده عندنا في 97 او اللعيبه الصغيرين، عشان انت عارف احنا في نهايه الموسم بيبقى في تقارير عشان تعرف مين اللي هيستمر ومين اللي هيتصعد. فنتمنى ان الفتره اللي جايه دي نقدر ان احنا نحسم الامور من بدري شويه عشان يبقى عندنا فتره كويسه ان احنا نقدر نحكم وندي كل لعيب حقه ان شاء الله في الفتره الاخيره من الموسم باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق للكابتن عمرو انور ان شاء الله وفريق الشباب، انكم ان شاء الله تحسموا بطوله الدوري قبل انتهاء البطوله ب3-4 ماتشات. شكرا جزيلا للكابتن عمرو انور المدير الفني لفريق الشباب النادي الاهلي. ما شاء